طيب طب الاسنان اكيد شغلانه مرهقه مع التمثيل، بس مش خطر زي شغلانه الخطر اللي كان بيشتغلها سامح. زي ما سبق وقلنا سامح اشتغل كل حاجه في الدنيا بما فيها ان هو كان بيطلع على سقالات للدور العشرين والدور ال ومش بتخاف؟ لا زائد ان انا ما انا برضو انا حقوق، كليه حقوق، اشتغلت حقوق واداب الاثنين مع بعض. لا هو 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 كافح كتير، بس كل كوم والسقالات اللي كان بيطلعها دي بخطر جدا. جدا جدا انا اصلا كتير جدا كهربت كتير بقى في الشغل بتاع النقاش ده. انا اصلا كتير بسال نفسي الناس اللي بتشتغل على السقالات والحاجات دي دايما لما بعدي قدام الناس اللي بجد العظيمه دي انا بسال نفسي طب هم مش خايفين؟ لا مهما كان في انا حضرتك انا حضرتك وبعدين انا كنت ايه يعني بيبقى مثلا الفتره دي كنت شغال نقاش ماشي فالنقاشه جوه الدخل يعني غير بره، غير بره البره الضعف. فانا ضعف لو هاخد الفلوس؟ يعني مثلا لو هاخد جوه مثلا المتر ب 3 جنيه مثلا ساعتها فهاخد المتر بره دهان ب 6 جنيه. فكنت بتشتغل بره بس طبعا. كنت بشتغل بره بس بقى. الى ان الى ان لا احكي لها فجيت يوم احنا بيبقى حاجه كده وبعدين واحد واقف قدامي وانا كده وبنقعد نطلعها مش بالمكنه مانوال كده انا بعمل كده وهو بيعمل كده ايه علشان نطلع عشان نطلع تطلعوا مع بعض. فطلعنا في الدور مثلا حاجه و20 وبعدين فجاه وهو بيعمل كده وانا بعمل كده البتاع فوتت الترس فوت فنزل بتاع 5 سنتي تحت وانا شايف تحت بقى الناس ايه وانا ما كنتش لسه عامل ليزك بقى والبتاع وبنضاره يعني نقاش بره بنضاره فشايف الناس وفي تحت عاملين ايه فاحتين هم وحاطين حصيره كده مسلح هيبنوها كمان في العماره اللي جنب يعني حديد تحتين كده فانا شايف نمل يعني الناس نمل صغيرين بقى وبتاع وتحت السياخ هدي تحت سياخ والبتاع نزلت فبقى السقاله بقت متنيه كده انا تحت كده وصاحبي هو اللي فوق كده وبعدين انزل 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 قال لا نطلع قلت له انزل انزل فنزلنا نزلنا 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 وانا بترعش بص انا لغايه دلوقتي لما افتكرت خفت ده احنا واحنا بنسمعك خفنا خدت اللبس لبست اللبس بتاعي ومشيت انا عايز اشتغل جوه بس اخر يوم لا ولا جوه ولا بره لان جوه كنت بتكهرب كتير قوي كنت بتكهرب ليه يا سامح بس انت واضح انك ما كنتش شاطر يا سامح ده انا كنت مقاول يعني كنت كمان بشغل تحت ايدي ناس ما بتتكهرب ليه طيب ما علشان الكهربائيه اللي كانوا قبلية بيبقوا بيسيبوا لك حاجات عريان حاجات طالعه كده سلك عريان وانا بالمعجون السكينه بتاعت المقاول اعمل كده الاقي الكهرباء وقع لا 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 هو بيقول هو اكيد بشكل كوميدي بس هو كافح كتير وكافح عشان يوصل او يكون في المكان اللي هو حابه اللي هو التمثيل. بعد الفاصل هنرجع لسهر الصايم اللي ما بزهقش من حواديته ابدا.